السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدين الكرام، هذا البرنامج يدور في فلك مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، ويعود إلى وزارة الصحة، كون هذه المؤسسة يتماس مباشر مع المواطن وحياة الناس. ممكن بالكهرباء تعالج، ينتظر المواطن يوم يومين شهر شهرين، ممكن هاي العقدة اللي صار لها سنين تحل في سنة من السنوات، ممكن جسر ينبني بعد شهر شهرين ثلاثة أو بعد سنة سنتين. لكن الصحة ما ممكن أن تؤجل في كل مفاصلها، إن كان في المستشفيات الحكومية أو الأهلية أو البنى التحتية لوزارة الصحة، أو حالات الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة. هذه تفاصيل مهمة يعتمد عليها الإنسان بشكل مباشر، كون العدد نسمات العراق ما شاء الله، اللهم زد وبارك، بازدياد، فيحتاج في النمو السكاني، يحتاج أضعاف في الخدمات الموجودة، يحتاج في كل المجالات بما فيها الصحة، يحتاج القرى، النواحي، المناطق النائية تحتاج إلى مستشفيات، مو مستوصف صحي. هسي حتى المناطق الأطراف العاصمة وأطراف المدن بدت أكو هناك انفجار سكاني، الناس بدت تهرب من ضجيج المركز باتجاه الأطراف، تحتاج إلى خدمات من التبليط ومن الكهرباء ومن المؤسسات الحكومية، وبالتالي أيضا من ضمن المؤسسات الصحية. هذا الملف تعول عليه الحكومة بشكل كبير، حتى في المنهاج الحكومي شخصت لها أشياء وموازنة خاصة لوزارة الصحة، كونها تمس مثل ما ذكرنا تمس بحياة الإنسان بشكل مباشر. قبل سنة تقريبا تمت استضافة الدكتور أحمد الطبطبائي. هذا الدكتور ولي الأمانة، المجد، المعطاء، المتواصل دائما ما ندعوه يحضر الرجل لتقديم الخدمة عبر الإعلام، أو تقديم ما تقدمه أو يقدمه قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة. هذا شيء إيجابي، وإحنا دائما نشكر ونثني لأي شخصية تظهر من خلال شاشة قناة الأيام أو باقي الشاشات أو الفضائيات الوطنية العراقية، وأنا متقصد أن أكون الوطنية العراقية، بل هناك نعلم جيدا ويعلم الجمهور هناك قنوات غير وطنية، لكن الأغلب هم قنوات وطنية ونفتخر بهكذا قنوات. نعود للموضوع ونؤكد بأنه اليوم حلقتنا هي حلقة خاصة بدائرة أو قسم الإخلاء والاستقدام الطبي في وزارة الصحة. ضيف حلقتنا هذا اليوم الدكتور أحمد الطبطبائي، رئيس قسم الإخلاء والاستقدام الطبي. نرحب بك أجمل ترحيب. أهلا دكتور، وشكرا للاستضافة مرة أخرى، وأتشرف أن أكون وياكم بمرة ثانية في هذا البرنامج الرائع وجنابكم الطيب. الله يسلمك دكتور، لنا الشرف احنا ايضا بحضورك وجهدك. امانة احنا نسمع من الاخرين، ما نسمع من قسمكم، بل نسمع من اطراف وزارة الصحة ان هناك جهد كبير في هذا القسم. تنامي القسم وحضوره في داخل مؤسسة كمؤسسة وزارة الصحة شيء جميل، ان يكون قسم وليس مديرية بهذا التفاعل، وندق الخشب ان شاء الله ونقول لك مبارك لكم هذا التوفيق. هذا احنا نقول توفيق الهي يعني، بالاضافه الى تعاون الاطراف الاخرى في الوزاره معكم. اكيد طبعا، بالبدايه هو توفيق رب العالمين، ثانيا هو طبعا تكاتف الجهود، يمكن انا ذكرتها في الحلقه السابقه انه كان اكو بنينا على البناء السابق. صراحه وجدنا في قاعده من الموظفين، من الكادر المجد مجتهد يحب أنه يوجه دعم، موجود من السيد وزير الصحة، من الجهات ذات العلاقة، من معالي وزير الصحة، وكذلك دولة رئيس الوزراء أيضا،
على مختلف المجالات، خصوصا انه هذا البرنامج برنامج الاخلاء والاستخدام الطبي هو برنامج وطني. البرنامج الوطني اللي هو يشمل جميع الفئات الى فد ضوابط ومعايير محدده تحدث باستمرار. اكثر من وزاره معنيه بهذا البرنامج، تعرف انت تتعامل ويا الخارج، معناه انه الداخليه تتعامل وياك في مجال الجوازات والفيزا، الخارجيه تتعاون وياك في مجال الاستقبال والتسفير، باقي وزاره التخطيط ايضا في التنظيم، وزاره الماليه ايضا في الصرف والحواله. البرنامج هو وطني يشمل اكثر من وزاره، والحمد لله اليوم الجميع او متكاتف بدعم هذا البرنامج، وعلى راسهم طبعا دولة رئيس وزراء والسيد وزير الصحة المولي اهتمام خاص للأمانة في هذا البرنامج. جميل. جناب الدكتور، يعني خلال عام تقريبا، نقول عام أقل من العام بقليل، من لقائنا وياكم أكو كانت هناك خطة طرحت على خطة، وأكو من ضمن المنهاج الحكومة أكو برنامج الوزاري، فأنتم تعملون على البرنامج الوزاري. صحيح. والخطط المقدمة من باقي المديريات والأقسام، شنو اللي تغير يعني؟ شنو اللي تقدم من خلال هذا العام؟ احنا يمكن اذكر انه بالخطه اللي ذكرناها في البدايه انه كان عندنا فط طموح نصل الى مستوى استخدام طبي، اللي هو نجيب كادر او كوادر اجنبيه نزجها في مؤسساتنا، يطلعون على المؤسسات، يشاركون اطبائنا، يشاركون الخبرات، طبعا الاطباء والممرضين الخبرات ايضا، حتى يكون فد نوع من المشاركة على مستوى جهوزية المؤسسات، مستوى التجهيز داخل المؤسسة لاحتياج المؤسسة. تعرف أكو بعض المستشفيات اللي نتعاقد وياها على مستوى عالي، لذلك هم عندهم ستاندر خاص، ولازم عندهم شهادة اعتمادية الأمريكية اللي هي تقريبا أعلى اعتمادية موجودة الآن بالعالم، يعني مو بالعراق، ومو كل مؤسسة تقدر تأخذها. فلذلك هذول مقيمين على مستوى سنوات، لانه هذه الاعتماديه تصدر يمكن بعد فسنتين ثلاث سنوات من التقييم. فاحنا بدنا نستفاد من خبره انه هذول يجون، ممكن انه ينقلون لنا الخبرات في جلسات، في ايام، في اشهر. لذلك كان التوجه الاول هو دعم برنامج الاستقطاب. اليوم احنا في بعد سنه من اللقاء الاول، او بعد سنه من العمر اللي اشتغلنا به، او اكثر من سنه الان، وصلنا إلى مرحلتين هنا كلش مهمات. أولاً تحقق مستوى استخدام جداً عالي وبانتشار أفقي بالعراق، بحيث الآن تقريباً في جميع محافظات العراق إحنا ممكن نحقق استخدام. جميل. يعني ما فهم المتلقي شنو الاستخدام؟ يمكن لأول مرة يعني. الاستخدام هو إنه إحنا نجيب كادر أجنبي من خارج العراق يعمل في مؤسساتنا الحكومية حصراً، مؤسساتنا الحكومية، بالمشاركة مع أطبائنا العراقيين لغرض مشاركة الخبرات بين الطبيب العراقي والطبيب الأجنبي، وكذلك تنمية مؤسساتنا واستحصال ما ينقصها في حال وجود نقص، أو في حال وجود حاجة ممكن تطور من عمل المؤسسة من خلال خبرة الكادر الأجنبي، باعتبار كادر الأجنبي يعمل في مستشفى مثل ما ذكرت تحمل شهادة اعتمادية دولية. الاعتمادية الدولية معناه أنه هاي المستشفى قيمت على مستوى ثلاث سنوات من فريق عالمي أمريكي، أو خلينا نقول من دول متقدمة على مستوى الطب، يلا منحها هذه الشهادة. فهو من يجي إحنا رأساً نأخذ الخبرة، خلاصة الخبرة نطبقها في مؤسساتنا. يعني من يجون استخدام طبي دكتور، الأدوات الموجودة في المستشفى هي تضاهي الأدوات الموجودة في مستشفياتهم؟ يعني ما أبالغ، في بعض الأدوات من يجون يشوفوا يقولون يعني إحنا في خطة سنتين اللي قدام يلا نشتريها. فأعرف لأنه إحنا اليوم وزارة الصحة دعمت أو دفعت باتجاه أنه يكون تنمية المؤسسات الصحية. يمكن الكل اطلع على قضية أنه إدارة المستشفيات، قضية افتتاح المستشفيات الحديثة في بعض المدن، أيضا المستشفيات اللي يسموها اليابانية طبعا الماروبين، أيضا عادة تأهيلها، مستشفيات تركية كذلك، تركيا افتتحت يعني بناء جديد، وأكو مستشفيات القديمة اليابانيات اللي انبنت، فهذني كلهن أيضا دخلا في حيز أنه عادة التهيئة وعادة التجديد، بحيث حتى تكون على مستوى. لذلك كل المواد اليوم اللي دخلت في المستشفيات التركية كلها على مستوى 22 23 24 تجهيز مالتهن. فكلنا على مستوى عالي من التجهيز، بينما هم تعرف المستشفيات هناك وخصوصا اللي تتعامل وياها انت، هي مو معنى مستشفيات حكوميه، المستشفى الحكوميه
تخصص لأبناء الشعب. مستشفيات خلينا نقول نصف حكومية أو أهلية على مستوى ستاندر عالي، لأنه إحنا شرطنا للستاندر العالي في التعاقد. لذلك هذول عندهم فجدوة اقتصادية. مرات يقول مثل إحنا مثل جهاز الإشعاع اليوم بالكاظمية اللي راح يفتتح إن شاء الله قريباً، بنجيب كادر هندي من أحسن مركز أورام بالهند وشافه، وكذلك كادر من دولة إيران شافه، يعني قالوا الجهاز هذا أحدث إديشن، أحدث إنتاج موجود لمعالجة السرطان بالإشعاع. قالوا هذا أحدث ما موجود الآن في مجال هذا الجهاز، بحيث حتى هم طلبوا قالوا احنا خلي يعني يصير في التواصل ويا الشركة، حتى يكون اكو مندوب من الشركة اثناء يعني بداية تشغيل هذا الجهاز. جيد. يعني بما نتحدثنا عن الكانسر وعن السرطان والإشعاع، البيتسكان حضر عندنا بشكل كبير؟ يعني البيتسكان الآن موجود، نعم، الوزارة أيضا توفره، وأكو بعض المؤسسات المدعومة أيضا توفر البيتسكان موجود بالوزارة. طبعا وزارة الصحة أيضا في مجال السرطان أخذت خطوة جدا متقدمة، هي مجلس السرطان سوت مجلس خاص بالسرطان، خاص نعم، يعنى بأمراض السرطان بصورة عامة من ناحية علاجها، تشخيصها، متابعة مرضاها، مراكزها، افتتاح مراكز حديثة، تقييم الكادر العامل، اعداد دورات وورش عمل للأطباء المتخصصين في مجال الأورام. بحيث اليوم يعني اتوقع انه احنا في مجال الأورام داخل العراق ماكو فد براند او انه فد خط جديد في مجال العلاج. اليوم ما ممكن وزارة الصحة تعتذر عن توفير. نعم انا اقول لك مكلف، صحيح مكلف، وفي بعض الأحيان أيضا يروح باتجاه المغالاة، تعرف لأنه السرطان ما لفت خط للعلاج، تكون هي رؤية وبروتوكولات محددة، لكن مع ذلك الوزارة تسعى جاهزة لتغطية أكبر عدد وأكبر نسبة من مرضى السرطان، والحمد لله متحقق تقريبا. إحنا اليوم تعرف السرطان ما عندي أنا حتى خلاء خارج العراق. أنت يعني أنا اللي أعرف بالأكو خلاء يعني كان كان سابقا يسفرون، اليوم ماكو تسفير لانه البروتوكولات الدوائيه موجوده هنا ونفس المناشئ العالميه الموجوده نجيبها. في مجال الاشعاع موجود، العمليات الجراحيه ايضا تتجرى هنا، وخصوصا الاورام اكو بي نقطه جدا مهمه. مرضى الاورام تعرف ما ممكن انه تحل جلسه بعمليه واحده، بالتاكيد يحتاج متابعه، فانت من السفر اللي بره وترجعه، سفره وترجعه، طبعا هذا متعب ومكلف بالنسبه للدوله ايضا، مكلف ومتعب. يعني صح. ابو الاورام ما عندها الطاقه مال يروح ويرجع، خاصه بعد الاشعاع، ولا هم ممكن انه انا اخلي ابو السرطان هناك ساكن في دوله. صح. على مستوى على علاج ممكن ياخذ سنه او اكثر من سنه. فبالتالي هذا نقطتين، الاولى هو الدعم الاول النفسي في مجال علاج السرطان اللي انا فقدته باعتباره ودي يحس نفسه في غربه وبعيد عن بلده واهله صعوبه يوصله، والثاني هذا نوع من هدر المال، انه هو بين جلسه وجلسه ياخذ شهرين بالضبط. بقى هناك شنو يعني؟ يبقى هناك فقط اكل وشرب، والجلسه نفسها يعني ما راح يغيرون شيء عن العلاج اللي ينطوه اياه، عن العلاج اللي ينطوه اياه هناك. صح. لذلك هو في شيء مشابه، ذاك نوع من الانصاف والدعم. انت اليوم بعد ما استكمال مراكز السرطان الموجوده الان بالعراق تقريبا، الان بكل محافظه تقريبا موجود اكو مركز سرطان، واذا ما مفتوح الان قيد الافتتاح على ستاندر عالي بنفس التقنيات بنفس الآليات، وهنا البروتوكولات الموجودة تقريبا هي بروتوكولات عالمية توحد في كل دول العالم بنفس البروتوكولات وطرق العلاج الموجودة، وعندك الإمكانيات بالعراق، الإمكانيات موجودة، أطبائنا أيضا جيدين في هذا المجال وأعلى من السندر أصلا. ممتاز. جيد دكتور أحمد، يعني زرع خلايا الجذعية يعني نجحت هنا بالعراق لحد الآن؟ لا بعد، لا، أو بالعالم هي لحد الآن لا. نجحت في أماكن وفشلت في أماكن طبعا، لذلك اللي هي مشكلة أيضا أنه فشلها هم مثل ما يعني اللي يقولون بلغتنا الغير ملحوق. يعني لا سمح الله من يصير فشل بيها راح تدخل في مجال يعني تأخذك إلى مرض ثاني ومشكلة ثانية، فتظل أنت لا أنت المعالج الأولى ولا وداخل في مرض ثاني. وطبعا هذا يعني مع الأسف، لذلك هو حتى عالميا اليوم شوف لو ترجع الآن على دروس زراعة الخلايا الجذعية والبحوثات البحوث الموجودة طرق التعامل وياها بالدول، شوفها نوعا ما خجولة، ما شوفها جريئة. بعض الأمراض من يحكي الطبيب مالتها أو المركز يحكي بصدر أنه أنا أسوي لك العملية وهذا نجاحها، ينطون بها نسب نجاح،
لكن تحس انه العمليه والطريقه ما تها خجوله، تحس انه اكو شيء مخفي بعد الخطه العلاجيه الموسومه، وبعد حتى الطبيب من يسولف وياه تحسه يسولف وياك هو عنده قله قناعه بكلامه. لذلك هي تعتبر من الامور المجازفه، شيء اليوم ما متطور، ما داخل حيز التنفيذ، ما تلقى منه نتائج ملموسه، فانت تجي تضحي به. لكن للاسف طبعا هم احنا عندنا يعني الغريق الغرقان المتعلق بالشاي صحيح بالضبط. فهو المريض من يشوف ابنه قدامه او ذوي المريض من يشوفون ابنهم بوضعيه مثلا ما تسمح وكل الطرق مسدوده تعتبر محاوله، فلذلك هم يشوفوها محاوله. لكن هي المحاوله تعرف اليوم محاوله اللي ما تجيب نتيجه احسن محاوله تجيب نتيجه عكسيه. نتيجه عكسيه ترجعك الى خطوات لورا، تخليك تعاني في امور اكثر مما انت لو كان ابنك او بنتك او لا سمح الله المريض اللي عندك انه هو في وضع اللي يشوفه. انا مرات اقولهم والله اقولهم يعني انا تتمنى انه من تنصح يسمع النصيحه المقابل امامك، انه هو يتوقع تعرف هناك بالنسبه لهم احنا ماركت احنا سوق صح. ناس ندفع فلوس، ومن تدفع فلوس ما ممكن تقول له رجع لي فلوسي. ليش؟ انا من البدايه قال لك لو قال لك 2% نسبه فشل من تفشل راح يقول لك تضمن 2% صح. بزنس عمل. بزنس، فانت شوفك بزنس، ومن تروح هناك ودفعت فلوسك ماكو ايضا اي شيء يحميك. شنو اللي يحميك؟ الدوله ما تقدر تحميك، انت اتفقت. تعرف هذا اكثر الرايحين هم مو ناس لا هم اصحاب ذوي خبره ولا هم اطباء صح. فمن يريد يعني من يجي ويسولف لك مترجم او يسولف لك شخص ويقعد يسوي له يعني الامور كلها طيبه وتعال وعمليه ومثلك سوينا وغيرها بروباغندا كامله صح. هاي صدق يروح هناك يشوف نفسه هناك دخل بالمستشفى، ومجرد ما نزل بالبلدية المستشفى استفادت، مجرد ما نزل من طيارة المستشفى استفادت بلدت تعاقد هو صحيح أخذت إنه جابت مواطن للبلد المستشفى اللي بالبلد اللي هو به. هذا يعني ومو فقط المستشفى المستفيد بالضبط، بل هو الدولة كلها مستفيدة. فلذلك هي بعدين دخلها بهالدوامة، جيب الخلايا ازرع أخذ سوينا انتظر شوف، ولا نشوف نفسه هو داخل وصار في فلوسه وبايع املاكه ويدور على دين ويدور على اسناد. ويا ريت هم لو يرجع بنفس الاول، هسه هم لو يرجع بنفس الاول هم ما يخالف، هم واحد يفرح يعني على الاقل يقول راح وفشل وما خسر شيء. لا يرجع على السالف او يرجع على مشكله بل اسوء. دكتور الطوارئ يعني اهم شيء يعني في استقبال المرضى خاصه حالات الحرجه هي الطوارئ. هل هناك اجهزه حديثه يعني استوردتها وزارة الصحة لتغطية مهام الطوارئ؟ طبعاً هو برنامج الطوارئ تعرف هو برنامج كل دولة لها في السياسة بالتعامل ويا الطوارئ، باعتبار تعتمد على أنه أنت الدولة ما تكشن المشاكل بيها. مثلاً إحنا عندنا بالعراق عندنا كثرة حوادث السير مثلاً، طرق مالتنا السريعة، سوء استخدام السيارات، نوع هذا معيار يعتبر مثلاً هو مثل المعايير أنت هذا خليه في بالك. عندنا ايضا مثل الازمات القلبيه كثيره باعتبار انه طبيعه الاكل مالتنا، الجو الحار، الطبيعه العربيه اكثر تتعرض الى الازمات القلبيه من الباقي. فلذلك الطوارئ هو في البرنامج يعني كبير جدا، والمسؤول عنه طبعا هو قسم العمليات في وزاره الصحه، والناس ايضا ما مقصرين بعدين في برنامج كبير جدا تنميه الطوارئ الان على مستوى انه اعداد طوارئ الجراحيه والباطنيه حتى يكون اكو فد نوع من التصنيف للحالات. نحن نعم ممكن عندنا قله في اطباء الطوارئ الموجودين اليوم بالعراق، لذلك حتى الوزاره ايضا شجع على الاطباء يروحون ضمن هذا الاختصاص، تدعم في مجال هذا الاختصاص. على مستوى الاجهزه طبعا الاجهزه ايضا متوفر، اغلب الاجهزه اللي هي منقذه الحياه اليوم موجوده. نشوف اليوم اللي يدخل الطوارئ يقدر يسوي مفراس رنين بالطوارئ او اكو طارئ يعني مرتبط بالطوارئ نفسه هو، بس مرتبط بالطارئ يعني ما يحتاج انه يدخل، اذا يحتاج ينتظر للصبح لا يقدر نفس الليل يسويه. جميل. احنا في مستوى الاخلاء ما عندنا التعامل مع الحالات الطارئه بصوره عامه بالتاكيد للصعوبه. تعرف احنا الاخلاء لازم عندنا الفيزا، لازم عندنا السفر، حجز الطيران، الاستقبال، تهيئه المستشفى لاستقبال المريض. لذلك بالحالات الطارئه نوعا ما يصير نوع من المجازفه بارساله، انه لو فرضنا رسالته والمستشفى ما كانت مهيئه على قدر استقباله، رسالته الطياره تاخرت. اعتقد صارت عندكم تجربه يمكن مال كنيسه مال مال حمدانيه نعم، واعتقد كانت استجابتكم جيده. كانت استجابه جيده، لكن هي كانت يعني تعرف انه فشي يعني كلش كان مختلف باعتبار ليش؟ لانه هم فئة معينة ما مفتوحة دائما.
واحتاجت الى تنسيقات كثيره بين الجانبين والدوله واستقبالهم. الطيران اللي كان ايضا طيران عسكري، تعرف انت طيران عسكري كان يوصلهم الى اسطنبول وينزل وتستقبلهم وزاره الخارجيه. فهذا يعني باعتبار انه كان فد حدث خاص وحدث يعني مؤلم للامانه، ويجب انه التفاعل ويا البيان انه الدوله هي ترعى واجبها ترعى ابنائها، وهذا الابناء يعني عرضوا الى كارثه حقيقيه. صحيح. لكن هو بصوره عامه انت لو تسالني على الطوارئ انا اقول انه الطوارئ الافضل انه اكو فد مركز يستقبلها، باعتبار انت اليوم لو فرضا دخلته نقلته سهل تكون جاء دخل بالمستشفى، والمستشفى ما كانت مهيئه. عامة مريض الطوارئ ما تقدر تنقله من مكان لمكان. تمام، قصدك بسهولة. اكو حوادث معينة. بالضبط. لذلك انه من الصعب انه تقول والله بدخل على المستشفى ومثل ما استفاد منها لا رأسا حول. ما تقدر هذا تسوي، يعني لا سمح الله اذا صار بي شيء هذا مسؤولية منه؟ مسؤوليتي، مسؤولية اهله، مسؤولية المستشفى. هذا نوعا ما مسؤولية كبيرة. واليوم احنا يعني كطوارئنا ايضا طوارئنا مهيئة بشكل جيد، استقبال ايضا جيد، اغلب الحالات اللي احنا نشخصها انه وارده جدا ترد في مجتمعنا مثل ما تقول صارت خبره بالتعامل وياه، جدا خبره صارت بالتعامل وياه. يعني تعرف مثل المستشفى اللي على الشارع العام تستقبل حالات مال اصابات الحوادث اكثر من المستشفى اللي داخل المدينه. بالضبط. داخل المدينه ما تلقى السرعه مثلا. صحيح. لذلك تلقى الممرضين والاطباء الموجودين بهذا عندهم فد مهاره ايد باستقبال مثل هذه حالات عاليه جدا بالتعامل. ممتاز. سمعنا من عندك يعني عملكم وهذا عمل كبير وقضيه الاستخدام والاخلاء. اكيد اكو معوقات يعني بالعمل، ما معقوله انتم يعني بنيتوا هذا الجهد امام حياه ورديه وعمل وردي وحياكم الله، قد تريد فلوس؟ كذا مليار تفضل، كذا مليار. هذا طبعا سؤال يرتبط بالموازنه اللي او المبلغ اللي انتم قدرتوه ينقسم مقابل من ضمن خطه الوزاره، موازنه الوزاره. صحيح. ما هي المعوقات وما هي الموازنه كافيه لتغطيه عملكم؟ يعني الموازنه لهذه السنه احنا نطمح انه نكون كافيه، طبعا هي كافيه. جميل. يعني اول دائره نظريا ممكن تكفينا، اذا انه نظريا ممكن تكفينا، خصوصا في ظل تنامي المؤسسات العراقيه راح يعين برنامج الاخلاء. اليوم برنامج الاخلاء يتناسب عكسيا مع المؤسسه العراقيه. لانه كل ما يكون اخلاءك عالي كل ما معناه مؤسساتك ضعيفه. احسن. صح. كل ما تكون انت اخلاءك اقل كل ما تكون مؤسساتك قويه معناها تؤدي الدور عليها. وهذا فعلا لمسناه خلال سنه احنا اليوم من سنه ونص من عملنا في المجال، او خلال عمر الحكومه اسمي اربطها في مجال عمر الحكومه، من نمى الاستقدام الطبي عندنا. صحيح احنا ندفع الاستقدام، يعني الاستقدام مو مجاني خبوة دي، ندفع الاستقدام الطبي، لكن شفنا احنا قمنا نتعامل ويا حالات على تصنيف اعلى. مثلا انت اليوم مثال تصنيف العمود الفقري اللي هو اي بي سي دي، مثلا قبل كنا نشتغل اي والبي او انه بس تطويل العمود الفقري. اليوم احنا ممكن حتى الدي نحاول نشتغلها بالاستقدام، من يجي طبيب مستقدم يشتغل بعد دي ما يسفرها لبرا بعض الحالات، وبعض الحالات لا المعقده وتتطلب لا يجب ان تسفر. لذلك نطمح تعرف انت من عندك موازنه عندك امكانيه. مثل ما الامراض هي ايضا في تغير، اليوم العمل الطبي ايضا في تغير، العمل الصحي في تغير. لذلك يجب ان نوظف هذه الموازنه في ايجاد اولا برامج جديده، لانه تعرف احنا كنا مضبطين ضوابطنا وتعليماتنا على الممكن وعلى الحاجه. اليوم من صعدت الامكانيه الحاجه ايضا تصعد، لذلك احنا هم نصعد لازم في شغل. فلهذه السنه انا قلت لهذه السنه نحاول انه نخلي موازنتنا زين مع ما نطمح له مثل ما نسوي موازنه، يعني احنا نسوي يعني ميزان بيناتهم. طبعا. نربط هذه بهذه نحقق فشي، نستغل موازنتنا بالشكل الامثل انه يستهدف كل دينار موجود في مجال عمله، نحقق برامج جديده اللي هي طبعا بالمحصله هم للمواطن العراقي وهم تنمي مؤسساتنا، لانه احنا من رفعنا المؤسسه اللي كانت تشتغل اي وبي لا قامت تشتغل سي ودي، فمن نطرح برنامج جديد ايضا معنا راح ننمي مؤسستنا للتعامل مع برنامج جديد. مثلا زراعه الكبد، اليوم احنا طموحنا انه نبلش باعمام تجربه زراعه الكبد بالعراق كمشروع لانه
نادرا احنا ما نزرع، بعض المؤسسات الاهليه تزرع وايضا بعض الحكوميه في مجال، لكن هو تعرف زراعه الكبد اليوم اغلب الدول اليوم تقوم بزراعته، لذلك احنا في مجالنا انه نطمح. طبعا هو مكلف جدا لانه كل مواده مكلفه، عملياته مكلفه، تعرف العمليه في ثلاثه تصير باعتبار عندك مريض ومتبرع ورعايه ما بعد العمليه. يعني مو مثل العمليه الوحده اللي تصير، يحتاج مستشفى خاص يعني له، ويحتاج مستشفيات خاصه، يحتاج غرف عزل خاصه، يحتاج تقنيات خاصه، اجهزه بعضها خاصه. يعني هم بالضبط مثل سحب النخاع يعني، هم يعني يمكن ماده مناعتكم مثلا العزل، المناعه المطابقه عندنا مشكله بيها مطابقه نعم لازم يكون هذا الجزء مطابق، لازم انه الشخص اللي تسحب منه الكبد يكون مهيئ، لازم الشخص اللي تزرع الكبد يكون مهيئ لزراعه الكبد، هو عفوا ياخذ جزء من الكبد، ياخذ جزء من الكبد، لكن هو يبقى انه هذا من تجاره الاعضاء، يجب ان يحال حتى لا تكون تجاره اعضاء، تكون هذا بالفعل يوظف لخدمه الناس ولا يصير بعدين تجاره. يعني مثل الكلى، مثل الكلى، فلذلك يجب ان يعني تصيغ البرنامج او تعد البرنامج بشكل انه انت تراعي جميع الجوانب القانونيه والاداريه والفنيه. أحسنتم دكتور، متى نغادر الإخلاء الطبي؟ يعني نروي من القسم عنوان اسمه الإخلاء فيبقى استقدام الطبي، يعني أكو يعني للأمانة هذا ما ممكن لا عدنا ولا عد غيرنا، حتى في غير دول؟ غير دول، أنت اليوم الآن أي دولة هي متطورة؟ أجيك بريطانيا مثلا، هو لندن بريطانيا مثلا من الدول المتقدمة بالطب، أمريكا دول متقدمة بالطب اليوم عندها برامج إخلاء سفر بعض المواطن، لأنه هو الإخلاء مو بس إنه أنا سفر المريض على مود يتعالج برا، لا مرات أصلاً سفره وعلاجه برا جدول اقتصادية مات أكثر مما أصرف عليه داخل البلد. واحدة، اثنين مرات إنه أنا أحتاج لفد عناية خاصة على مستوى خاص، أنا إذا أريد أشتريها على مستوى مريض واحد مثلاً ما تكون بها جدول اقتصادية مكلفة، لكن إذا سفر أسوي العملية برا أني أكون بالي مرتاح. لذلك شوف اليوم حتى بريطانيا عندها برامج إخلاء، عندها برامج إخلاء ودي يسافرون مرضى ويتعالجون خارج بريطانيا. لكن أسير راح يتحدث عن نسب، ممكن أن يقلل قسم الإخلاء والاستخدام طبعا يقلل قضية الإخلاء. لذلك إحنا اليوم واصلين نسبة جيدة، إحنا اليوم 80% استخدام 20% إخلاء في قسم. ممتاز. معدل انتظار أول ما استلمت إيش قد كانت؟ كانت تقريبا 35 إلى 65. يعني خلال سنة. نسبة جيدة. صارت تقريبا ضعف. القضية الثانية اللي صارت الأهم من هذا إنه إحنا اليوم مستوى الانتظار مالتنا صار جدا قليل. تعرف مرات عمليات العيون إذا الصبح اللجنة العملية بالليل ما ينتظر حتى اليوم الواحد. القلبية أيضا طبعا هذا بالاستخدام. بالاستخدام لأنه الإخلاء يجب أن يكون بانتظار. ليش؟ لأنه أنا مو بيدانة طبيعية. بس حسيرك على عفوا دكتور، حتى حسيرك على ما هي الحالات اللي ممكن تغادر خارج العراق. يعني. بالضبط. نعم على الاستقدام. في الاستقدام احنا صار معدل انتظار مرات اسبوع، مرات نفس اليوم. يعني وصلنا الى مرحله يعني صديقني قلت انه افكر انه نطلع بالاعلام نقول اللي عنده مريض خليه يجينا، لانه احنا عندنا اطباء ومحتاجين مرضى. بس بالاخلاء مشكله. الاستقدام شنو؟ كل الحالات المرضيه دكتور؟ لا احنا اتفقنا انه من البدايه اكو بعض الحالات اللي لا يمكن علاجها بالعراق. الاستخدام لا عفوا الاستخدام الاستخدام والاخلاء اثنين هو نفس الضوابط مالته. مثلا الحالات اللي ما بيها مثل تخصص دقيق بالعراق تخرج اطباء هاي تراعيه تشوه خلقي مثلاً. الحالات نعم اللي تحتاج مثلا انه فتيم متكامل لانه تحتاج ممرض عناية قبل بعد اثناء العملية وخاصة وذن بيها في الدول يعني متقدمة بيها احنا نجيب يعني نجيب التيم كامل احنا نجيب تيم كامل احنا ما نجيب طبيب يجي تيم كامل يعني احنا عندنا تيمات توصل الى 32-33 واحد تتحملون كل تكاليفه من سفره دولته الى عودته احنا ما نتحمل تكاليف احنا نتفق وياهم على اجراء العمليات نتفق على تسعيره العمليه يعني العمليه بيش تسووها انتم مثلا نقولهم فننطي هناك بذيك الدوله طبعا احنا نخصم منه التكت ونخصم منه السكن وهذا كله نشيله نقول له احنا نعطيك على عمليه هلقد انت تجيب تيمك بس لازم يعرض التيم لازم ياخذ موافقات التيم كله انه هذا يكون على مستوى ستاندر عالي تمام نعطي الموافقه يجيب الفريق مات عنده ممارسه قبل 3 سنوات كذا اكثر 5 سنوات والناس هم كلهم لازم شرط انه هم شغالين في نفس المجال خصوصا احنا من مرات ندز مرضى ندز وياهم اطباء او ندز وياهم
من الكادر مالتنا حتى يتعرف على اشخاص هناك، حتى من يجي عرفه شخص ياخذ الاسماء مالتهم، مو يجيبون مثلا انه في شخص يقول هذا يشتغل هناك وممكن ما يشتغل هناك، تعرف احنا مساكنين يومهم بالتالي. صحيح. فنفرض عليهم هذا، من نجي احنا نحاسبهم على العمليه حتى هو يكون مسؤول عن كل اجراءاته، تعرف احنا هماتي مقيدين بموازنه بتأكيد. ولازم نتقيد ب يعني صرف المال في مجاله. لذلك انا من اذا اريد نفتح انا على مستوى اكل وشرب وسكن هذا قضية، لكن أنا من حاسبة على عملية، هو راح يجي غصبا عليه يشتغل حتى يحصل فلوس، لأنه إذا ما يقدر يسوي عمليات قليلة ما يحصل الأجور الكافية. ممتاز. وهذا يعني أنت ما يعني أغلبية موافقة عليه تجي. إحنا شرطنا هذا، وعندنا شرط آخر طبعا، العملية تفشل ما نعطي فلوسها، ما ندفع لهم فلوس. لذلك نقول لهم لا تجاسفون بعملية ما تقدروا له، حتى لا يصير عنده شراهة إنه جيب مرضى عليه. لا، يستهدف المرضى اللي يقدر يسوي عمليات وينجحهم. والعمليات مجانا انت طبعا؟ طبعا عمليات احنا نتحمل تكاليف، نعم، ما يدفع المريض اي دينار منها. اها ممتاز. نعم. اقوى العمليات اللي اخذت يعني اجريتوها من خلال كوادر خارج العراق؟ طبعا هي عمليات القلبيه اللي هي تشوهات قلب الاطفال على يعني على مستوياتها باعلى تصنيف فيها. سميناها تشوهات خلقيه. نعم. الان مستوى عمليات زراعه النخاع، نسوي استخدام نزرع نخاع في بغداد. من متبرع خارجي ومن متبرع ذاتي. يعني جربتوا يعني سويت عمليات؟ لا، وصلنا أرقام، وصلنا يعني تقريبا ما يمكن عبرنا 180 عملية هيك شيء وصلنا. نسبة النجاح دكتور؟ نسبة النجاح مالتنا يعني مو أقل من 97%. ما شاء الله. لأنه قلت لك إحنا فهمناهم إنه العملية اللي ما تقدرها لا تجازف بيها، قل لي هاي ما أقدرها أنا حير بيها. صراحة دكتور هذا ذكرني بعملية زرع النخاع. إحدى أخواتنا يعني راحت سوت عملية النخاع في الهند. نعم. يمكن يعني بال 2010 او فشي. كلفت 8 دفاتر. نعم. زراعة النخاع. نعم. يعني مثل ما تعرفي الحالة لازم عزل و عزل وقضية اي فيروس. صحيح. معين ممكن يختل المريض في لحظة 15 يوم وتفاصيل طويلة عريضة. فكلفتهم 8 دفاتر. صحيح. انتم ايش قد تكلفكم مثلا؟ يعني تقديرا يعني. احنا تقديرا يعني بين الدفترين لا 3 دفاتر ونص هنا بالعراق. ومجانا للمواطن؟ مجانا للمواطن. نعم. ونسبة نجاح جدا عالية. صدقنا على من عندهم. ما شاء الله. لأنه المواد والله اللي نستخدمها في ستاندر مالتها بأعلى ستاندر موجود في دواء عالمي يستخدم في زراعة النخاع. ما شاء الله. لا نقبل يدخل عندنا يعني صيني ولا هندي ولا كوري. كله على مستوى ألماني أو أمريكي اللي ندخله في العمل. وعندكم هاي يعني يعني نجيب من خاصات لكل عمليه. عندكم هاي المكان اللي بيه حجر وممكن؟ نعم، موجود مركز زراعه النخاع في مدينه الطبيب افتتح دوله رئيس الوزراء العام. اها. تقريبا شهر 5 أو 6 افتتحها مع السيد وزير الصحه، وتشاركنا احنا واداره المركز مع الاخوه الاطباء بالمركز وما قصروا، يعني هم ايضا يعني ابدوا في التفاني كلش عالي، وقدرنا انه يعني نقوم ونقدم في شيء عالي جدا. ما شاء الله موفقين موفقين. الله يسلمك. ما هي الحالات اللي تسافر خارج العراق؟ المستعصي اكيد يعني. اليوم طبعا هي اغلب اللي تسافر هي زراعه الكبد. قلب الاطفال في التصنيف الاخير. بها. عمليات التقوس او تشوهات العمود الفقري باعلى تصنيف ايضا تصنيف الاخير بها. بعض الحالات الجراحيه المعقده جدا. أورام محجر العين اللي تقريبا الآن ضفناها، زراعة نخاع من متبرع خارجي لكن يحتاج إلى نوع من العناية الخاصة أيضا نسفرها لخارج العراق. تقريبا هذين اللي هنا ما موجودات يعني أو قليل دا يشتغلون بالعراق، أو أنه الأطباء العراقيين يحتاجون بعض العمل شلل رباعي كذا الأطفال لو عندكم صار ما يستفاد شلل رباعي ماكو فايدة منه، يعني شتي يسوي له علاج طبيعي؟ علاج طبيعي بروتوكول هناك، هنا نفس الشيء. وهنا أنا شفتهم صدقني هنا اليوم الممرض العراقي أو أنه يعني خسر مؤسساتنا إيش قد ما هسه الناس تحكي عليه، لكن والله عندهم فد محنة على المريض العراقي أكثر من ذيك المؤسسات. ذيك المؤسسات يشوف تبغى دولار، ذاك 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 يشوفه مال. أي إذا ذاك إجا ماله خلق أو إنه عنده فد نوع من مزاجية يتعامل وياه بالمزاجية، لأنه هذا يدري بي عنده حاجز اللغة لا يقدر يحكي، لا يقدر حتى لو يريد يحكي عن طريق مترجم ممكن مترجم أيضا هو من عندهم أو من عندنا هماتي وما يترجم بالشكل يوصل صوته.
فانت اليوم هنا هو ما يقدم في شيء بروتوكول يختلف عن البروتوكولات الموجوده، اضافه لانه اجهزه العلاج طبيعي اليوم مستشفى ابن القف يمكن اللي يعني اللي يقرا عنها ويسمع عنها ويتابع اخبارها، وبعض المؤسسات اللي تنمو الان على طريق يعني مؤسسات هيئه الحشد، مؤسسات وزاره الدفاع، الداخليه ايضا، الصحه ايضا، يعني سوت مؤسسات للعنايه الطبيه، الرعايه، العلاج الطبيعي. هو اعتقد اللي على قناه الحبل الشوكي، قناه الحبل الشوكي، التاهيل الطبي يعني السندر عالي، انت تطلع نفسه نفس اللي يسووه هناك، بس مجرد انه الايد اللي تختلف به، ولا هو هم الاجهزه، هم تقريبا الاجهزه نفسها، الاجهزه ما تقبل انه هواي يعني تختلف الاجهزه بينها. اذا دكتور احمد يقول اكو تنامي المؤسسات الصحيه واقعا بهذه الفتره جدا قوي، جدا قوي. يعني انت من تشوف المؤسسات خصوصا اللي يشتغل في هذا المجال دكتور قفزه لا يعني يحس ايش قد انه اكو تنامي، يحس انه ايش قد يكون يتعب حتى يدافع عن هذا. تعرف احنا قبل صارت اكو في بعض الاغلاط في المجال، مجال الصحي، يعني واقعا احنا ايضا من الناس اللي تعبنا مؤسساتنا بايدنا كثره المشاكل اللي تصير، انه خوف الطبيب من مشاكل العشائريه، زخم مال المراجعين، نوعا ما الضغط على المؤسسات، النظام المؤسسات قليله مو بهالعدد اليوم الموجوده، خلت يعني الموضوع مثل ما يقول واصل على مرحله الغيلان، الغليان عفوا. الطبيب من جهه يشوف الكم قدامه، والمريض يجي اللي هو عنده فد مستوى توقع، والاجهزه اللي حتى فقدنا الثقه والاجهزه بالضبط صار عندنا حتى حاجز ثقه صح. لكن انت اليوم صار عندك انه مؤسسات تقريبا زاد عددها، الامكانيات تقريبا كل 5 سنوات تتجهز او تجدد. الاطباء هم صار عندهم نفس انه انا اريد اقدم خدمه. شوف اليوم اغلب اطبائنا يعني ماكو واحد يكمل شهر اذا ما يمر في ورشه عمل او جميل. في دوره تدريبيه في داخل الوزاره، داخل الوزاره او ايضا حتى من ذاته. من ذاته اليوم حتى الكادر التمريضي والكادر اللي هو الوسطي نفسه بلش يطور. ليش؟ انه اليوم صار عندك مؤسسات اهليه. صار هو على مود انا ادخل انافس المؤسسه الاهليه لازم انا اكون في الشيء حتى يجيني الطبيب يقول لي تعال اشتغل عندي او من هذا قدم يصير عندي. فشوف هو ايضا صار اكو تطور، لكن كل مجالات صار اكو حركه حقيقيه. لذلك انت من واجب الجميع على مستوى سكانه الوزاره وقسم الاخلاء باعتبار انا قلت لك القسم يتناسب عكسي والمواطن انه دعم هذا الاتجاه، سدعم مو على حساب صحته بالعكس. لا والله انا قلتها انا اللي شفته هنا والله احن وشوفه اكثر مهتم من اللي بالخارج. اللي بالخارج صدقني خليه يعبر على راتبه يوم كل المرضى بعد يقوم يعالجهم بطبقيه صحيح، لكن هنا ما يقدر، هنا ما يقدر يشوف هذا، يشوف هذا من جيرانه وقرايبه، ويشوف هذا واقفين اهله بالباب، يكون هو في كل الاحوال بكل الجوانب يا محيطة انه تقدم الخدمه الحقيقيه له. يعني سبحان الله صار الحديث بشيء يذكر. عندي الوالده اجرت عمليه البارحه بعمها الحمد لله على الله سلامتها يا عمر دكتور. فعمليه جراحيه فمبلغ هو طبعا مبلغ مؤتياني. كون مستشفيات عمان هي بصراحه الحجين من النساء الكبار فقدت الثقة بصراحة، باقي في فقدان ثقة بينه والطباء ما يسوون عملية زين كذا، فقالت ويما اخوك راح اسوي العملية بعمان. سويت العملية، اتوقع دكتور وهذا المبلغ ما خلاها الطبيب مع الاتفاق المستشفى ان تبقى ساعتين زيادة على موعد خروجها للساعة بالعشرة الصبح. اي صح، تنحسب عليه اجور؟ قال لي انا حرام انا ادفع فلوس اجور. قال له بالتالي انا ما دافع لك مبلغ اعتيادي، فبس اتحمل اجي من مكان عملي الى ان اوصل المستشفى واخذ. قال لا يعني اضطر اطلعها من الرتب. صحيح. فالدكتور هذا انا اسميه جشع، يعني ماكو انسانيه، مع العلم ما كتب للطب هو الانسانيه. فانا اقول يعني بصراحه المستشفيات العراقيه تمتلك الكثير من الانسانيه، حتى الاهلي. يعني ساني دائما ما اتحدث عن الاهليه، ليش الاهليه؟ ليش ما الحكومه تصير تضاهي الاهليه بل تفوق الاهليه؟ وهذا ما نطمح له بصراحه. صحيح. لكن حتى بالاهليه اكو انسانيه تعامل. صحيح. فاني اتمنى ان يلغى الاخلاء، كلمه الاخلاء. صحيح. اتمنى يعني حتى وان كان بروتوكول عالمي وان يصبح هو فقط الاستقدام، وان شاء الله بالمستقبل القريب نتخلص. طبعا هذا طموحنا، احنا ايضا هذا طموحنا، احنا الاهلي هو منافس لكن احنا نشجعه.
ان انت شلون تعرف نفسك انت تصعد اذا ما انت عندك منافس. انت من لازم عندك منافس حتى تقيم نفسك. تعرف الجهد الصحي يختلف عن كل الجهد الثاني. انت اليوم لا تفرض بنايه، من تبني البنايه اللي يشوفها حلوه ويطب يشوف مفاصلها عرفها حلوه، لكن صح. الشغل الطبي ما تعرف انت شنو الحل اللي ما تعرف انه هذا المريض شلون راح يطيب، لانه كله يظهر بعدين. تمام تمام دكتور. الجهات الصحيه تعاقد خارج العقد الجهات، هي تعتمد مثل ما تفضل تعتمد على مواصفات معينه، تيمات اللي تجي عندهم معايير معينه. انتم قبل فتره ايضا شفت مع الوزير افتتح في كربلاء قضية إدارة المستشفيات. نعم. أكيد عندكم معلومة عن هذا الموضوع. نعم. هل هي بالمستوى الطموح؟ هل التجربة إلى الآن نجحت في بعض المستشفيات في كربلاء وأعتقد لكم مستشفى آخر؟ بالعمارة. نعم. بالعمارة يعني نجحت، عندكم نية توسعة هذه التجربة إلى كل المستشفيات؟ طبعاً هي تجربة جديدة بالعراق. وايضا يعني اخذت وقت كثير لحين ما انه صار الاستقرار على المؤسسات، صارت لجان عديده زارت المستشفيات وزارت الشركات المتعاقده وشافت تنفيذها وشافت مستشفياتها وامكانياتها واخذت فيدباك. وعلى فد طبعا وقتها مو قصير كان، وتغيرت اللجان اكثر من مره لحين ما انه مثل ما تقول اختارينا بافضل ما يتناسب مع الواقع العراقي. شركة إيطالية أعتقد هي؟ أكو شركة إيطالية، أكو شركة قطرية، شركة تركية، أكثر من وحدة. نعم، كل مستشفى إلى حالة علاجية. جميل. نفس الشيء طبعاً إحنا بتعاقداتنا، تعاقداتنا إحنا أيضاً خالين شروط على ستاندر عالي، جداً عالي. يعني إنه عدد الأسرة لازم، لازم مستوى نجاح العمليات مالتهم، لازم شهادات الاعتمادات اللي عندهم، يزورهم أكثر من فريق طبي. مناقشة الأطباء، الاطلاع على السي في مال الأطباء، يشوف إنه حقيقة نسوي العمليات. يعني مثل يقول أنا مسوي 1000 عملية قلب، لكن تمسوي لي 1000 عملية قلب قسطرة ما تعتبر 1000 عملية قلب. لا، أعطيني 1000 عملية قلب مثلا جراحية. جراحية. وأنا قايلها وأقولها في كل وقت، أقول إحنا من نقيم مرات المستشفيات طبعا هناك الروح، طبعا تدي تأذون مثل ما تقول لا إحنا ما نطمح التعاقد وياك. وأسن يقول أنا مستشفى أعلى مستشفى، شوف مرضى يجوني بهالعدد هذا بهالإمكانية. أقول أنا على عيني وراسي، صحيح مستشفى جيدة مستواها عالي، لكن ما تلبي اللي أنا أريده. تمام. اليوم لازم تلبي اللي أنا أريده. أنا عندي فد ستاندر أحتاجه بشغلي. لازم تكون المستشفى إنه يعني على مستوى تبدي من احترام المريض وكرامته واستقباله ومعاملته كمعاملة مريض عراقي قادم عن طريق الحكومة العراقية، وتنتهي بأنه ترجع المريض سالم إلى بلده. جميل. هاي مرحلة طويلة بيها العلاج وبيها غيره. فقلنا أنا هذا كله مهم إليه. فأنت إذا من البداية تجي تسولف وياه وسوي لنا مستشفى عظيم، مستشفى عظيم، أنت إلي أسولف وياه جوان الحكومة. أنت مريض إيش راح تسوي؟ أتمنى من كل قلبي أولا توفيق لكم جنابكم دكتور أحمد الطبطبائي، وأيضا لفريقك. أتمنى إن شاء الله اللقاء الآخر نعرف النسب بعد إيش قد زادت من عملكم إن شاء الله. وإن شاء الله توصلوا طموحكم إن شاء الله. الله نسب وبرامج، يعني إحنا طموحنا أيضا الآن على برامج، برامج إنه تنمية قلت لك العمليات ما موجودة أصلا بالعراق. ممتاز. ثانيا إنه تغطية المكانات النائية عن طريق الاستخدام الطبي. جميل. حتى نريد نوصل لآخر نقطة. احنا اليوم الاستخدام والاخلاء الطبي هو تقريبا اخر حل للمريض العراقي بعد ما فار مؤسساتك ووصل اليك اللي يعتبر لمركز متقدم يحال لمركز الاخلاء الطبي لايجاد فرصه علاجيه جيد. احنا من واجباتنا مو بس ايضا نسافر ونعالج، احنا واجباتنا نتابع، واجباتنا ايضا نجد الافضل الفرص العلاجيه، نشوف العلاج هذا مجدي او غير مجدي، ممكن نوصل وياه حل او ما نوصل وياه لا حل. لذلك احنا مهم لازم نحافظ على الماء بنفس الوقت نقدم النصيحه والمشوره. احسنتم دكتور، شكرا للتوضيح، شكرا لكل الاجابات وسعه صدرك. الله يسلمك. نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله دكتورنا. شكرا جزيلا وممنون جدا من الدعوه الكريمه. عفوا، انا ممنون من الدكتور الدكتور احمد الطبطبائي رئيس قسم الاخلاء والاستقدام الطبي في وزاره الصحه، نشكرك مره اخرى. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلت حياة كادر البرنامج، أنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله وحفظه.